سيارة الرينج روفر إيفوك 2012 هي سيارة جديدة كلياً من إنتاج شركة لاند روفر. تم إطلاق أول نوع لها في 2011. الرينج روفر إيفوك تعتبر سيارة ذات شكل انسيابي ورياضي تناسب الجميع، فهي تأتي بنوعين، النوع الأول ذبابين أما النوع الثاني بأربعة أبواب. تميز الإيفوك بقاطرة داخلية بشكل متطور بالعديد من أزرار التحكم وشاشة باللمس. أما بالنسبة لمقاعدها فتتميز الإيفوك بمقاعدها المريحة ذات تصميم متميز ومبهر. للإيفوك خمس كاميرات مرتبطة بالشاشة، كاميرا خلفية وكاميرتين على الجوانب وكاميرتين في الأمام. أما بالنسبة للصندوق الخلفي فهو كبير الحجم، وأيضا مقاعد الإيفوك الخلفية مريحة وبعكس غيرها في المساحة الخلفية واسعة. أما بالنسبة لمحرك الإيفوك فهو بسعة لترين بقوة 240 حصان وناقل سرعة بست تبديلات، يأتي بنوعين أوتوماتيكي ويدوي. تنطلق الرينج روفر إيفوك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان، فهي تتميز بخفة حجمها مقارنة بغيرها من السيارات ذات الحجم نفسه، فهي تزن 1640 كيلوغرام للبابين، أما بالنسبة للأربعة أبواب فهي تزن 1700 كيلوغرام. فهي سيارة مصممة للشوارع العامة وأيضا للمناطق الجبلية والترابية أو ما يسمى بالإنجليزية أوفرود. أما بالنسبة لقوة فراملها فيمكنها التوقف من 100 كيلومتر في الساعة إلى 0 في مسافة 125 قدم. الإيفوك إن كانت بابين أو أربعة أبواب فهي سيارة رائعة في شكلها، مميزة بتصميمها، انسيابية في حركتها، فهي تعد من أجمل السيارات التي تم تصميمها مؤخراً.